وأنا عندي تقريبا 19 سنة أو 20 سنة حاجة كده، قررت إن أنا هشتغل. فقلت لأخويا تعالى نشتغل شغلانة ونتبهدل فيها شوية ونعمل شوية فلوس كده ونهيص ونعيش. قال لي هنروح فين يا محمد؟ قلت له تعالى نروح شرم الشيخ، يلا بقى نصرف وننزل البحر ونخرج ونشتغل. ايه العيشة اللي في ميامي دي؟ رايحين ميامي، رايحين كاليفورنيا، حاجة يعني عالية قوي. كلمنا واحد قريبنا، هو بيشتغل كان مدير اوتيل، فقلنا حلو جدا مصلحة، احنا هنروح للراجل ده عشان يشغلنا في الاوتيل عنده. طبعا ادينا اوضة في الاوتيل، هنتعشى ونفطر ونتغدى وهنتظبط تظبيط ابن لذينة. وصلنا، اول ما قابلناه سلم علينا سلام رهيب، قلنا يعني خلاص هي دي. ما شفناهوش لمدة شهرين، ندى واحد كده، الراجل دخلنا قال لنا استنوني ثانية. الراجل دخلنا، رحنا السكن بتاع الناس اللي بتشتغل في الاوتيل، الناس اللي في الروم سيرفيس او الناس اللي هم في مثلا دراي كلين، الناس اللي بيشتغلوا في المطعم. وكانت من اجمد الحاجات اللي حصلت لي في حياتي، لان هو ده كان عامل زي الجيش شويه، بس طبعا على دلع شويه طبعا، بس زي الجيش بالظبط. بتخش تلاقي ناس معلقه بقى هدومها جوه الاوض بين السراير، السراير اللي هي الدورين، الدواليب اللي هي الحديد، المراتب اللي هي رفيعه قوي. ساعتها طبعا فهمت اللي هو الاوتيلات فيه احنا جو بنشوفه، وفي جو تاني خالص من ورا الستاره ناس بتطحن. بس انا بصراحه ما كنتش من الناس اللي اتطحن قوي، لان انا كانت شغلانتي عباره عن ان انا بطلع على البحر، عندي كشك كده صغير، باجر زعانف، بطلع رحلات، بقعد اكلم الناس مثلا اللي قاعدين على البحر ولا حاجه، اقول لهم في سفريات عندنا لو عايزين تطلعوا في حته مش عارف ايه الكلام ده. افتح الكشك الصبح واكنس الارض بتاعت قدام الكشك، عشان برضه الجو برضه الناس لما تيجي ما تدوسوا على حصى ولا حاجه يوجع رجليها. اكنس كده قدام الكشك بتاع الصبح واطلع بالمايو واغسل الحاجات اللي عندي جوه من المايه المالحه، وماسك الكتاب بتاعي اقرا شويه، اطلع على البحر شويه، يعني كان مود دلع شويه. المهم يعني انا هكمل لكم في اخر الفيديو بقيه القصه دي، بس قبل ما نعمل القصه دي في واحد لازم اعرفكم عليه. الو يا حبي، انا بره، انا واقف في الجراج بتاع العربيات. خلاص تمام، عشان 5 دقايق بالظبط وطالع. خلاص ماشي يا حبي، مستنيك. سلام. يعني مثلا انت بتتكلم، تعالى كده. انت دلوقتي في الصوره هنا. بس هي كاميرا، هي بس ما فيهاش حاجه تشوف نفسك وانت بتتصور وبتاع، عشان صغيره وكده. اسمك ايه؟ هشام. هشام؟ وانا محمد. ماشي حمد. شعراوي. فرصة سعيدة جدا. شعراوي؟ شعراوي. لا بين تابعنا برضه قبل كده بهي. هنا؟ ده شرف ليا يا باشا. الله يخليك. حبيبي والله. ماشي. ربنا يخليك، فرصة سعيدة جدا. ماشي كبير. ماسك هنا لو في حاجة. طبعا وش. كنا عايزين نقابل عبد الله بس قابلنا عم هشام برضه. هروح نقابل دلوقتي عبد الله. احنا مصورين في مكان زي ده محتاجين تصوير. فاحنا هناك الدرون دي ليها تصوير. طب بص، الشمس جايلي هنا، فلو تعرف تخش سنه كمان تبقى في الجون كده. انت كده انت لو انت تبقى مرتاح. بس انا عايز قشطه، انا مرتاح بالظبط. عبد الله سمير، واحد من فنانين مصر المعروفين جدا. حبيبي يا شعراوي. بس لا، احنا لازم هنضطر نقرب بقى عشان نضمن ان الصوت ايه بالظبط. خلاص ناخد ده تيك تيك واحد نخلص. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا عبد الله سمير، فريلانس جرافيك ديزاينر. بشتغل جرافيك ديزاينر بقالي كام سنه دلوقتي، في سنه اولى جامعه بدرس كمبيوتر ساينس، بشتغل وانا بدرس. شعراوي عايزني اقول الحته دي بس انا ما احبهاش اصلا. يا جماعه انا عندي 18 سنه، لسه مكمل 18 من كام شهر. تم 18. اول مره اشتغلت فيها كان امتى بالظبط؟ 2018 عملت بروجكت لوحدي كده، كان فريلانس بروجكت. انا بحب الحوار ده، ارت وورك وحاجات زي كده. اشتغلت في البوب ارت. البوب ارت ده يا جماعه هو الحاجات الفينتج، الحاجات القديمه، زي مثلا الحاجات ما بين السبعينات والثمانينات، ليها علاقه بالالوان، الكولرز، الحاجات دي كلها. الوان فاقعه جامد. الوان فاقعه جدا. وواحده واحده اتعلمت يعني ارفع السكيل بتاعتي، دخلت في البراندنج ودخلت في اللوجوز ديت وانا اكبر سنه، وانا عندي 15 سنه او 14. يعني ده كان اول بروجكت اللي هو عملته لوحدي ونزلته على بيهانس. اوكي. بيهانس ده يا جماعه، بيهانس ايوه فضل. لا لا قول. بيهانس ده يا جماعه موقع الارتست كلهم والديزاينرز، لو محتاج تتعلم اي سكيل او اي حاجه الموقع ده هيطورك جدا. هو موقع تاني، هو ما يعني ما بيبقاش فيه حاجات كورسات تعليميه، بس انت لما بتخش على واحد من الفنانين اللي موجودين بتاخد بتاخد الالهام
رهيب طبعا. وفي نفس الوقت لو دخلت على واحد فيهم ممكن تلاقيه على الانترنت عامل صفحة ليه هو بعيد عن بيهانس بيعلم فيها وبيدي فيها دروس كلام من ده. فواحدة واحدة اتعلمت وانا عندي 14 او 15 ونص حاجة كده. خدت جايزة من شركة بيهانس من الويب سايت نفسه كان اسمها بيهانس ابريشيشن اوورد. حاجة حفزتني, حاجة علمتني, ما كنتش فاهم ايه دي. فهمت بعدها بسنة بعد الريسيرش, بعد ما اتعلمت, بعد ما خدت خبرة في الحوار واحدة بواحدة يعني بقيت اتعلم اكتر, بقيت فاهم اللي انا بعمله, فاهم شغلانتي, فاهم ازاي بتتعامل مع عملاء, ازاي بتتعامل مع ناس. انت دي اول يعني انا عايز اعرف انت اول تعامل مش اول بروجكت, اول مره تمسك بقى اللي هو يعني تعمل ديزاين بجد وانت صغير. امتى اول مره عملت ديزاين ان جنرال؟ 2013. اوكي ده بالظبط. كان عندك 13 سنه. فتعلمت بقى واحده واحده. بتلاقي ناس تحبطك وش يعني اكيد بتلاقي ناس. هو انت عملت وانت 13 سنه اللي قدك مش بيعمل ديزاينز, اللي قدك بيبقى في النادي بيلعب كوره وبيتخانق وبيضرب اصحابه وكده يعني. فانت ما تحبطش من اي حد بيقول لك كلمه كده, يقول لك كلمه كده عادي عادي الحياه كده. واحده واحده هتلاقي اللي بيحبطك بقى اكتر واحد يحفزك. ما تستغربش من اهلك بيتفاجئوا من اللي انت بتعمله, ما انت بتهبد عادي. انا كنت طب اهلك قالوا ايه فعلا؟ اهلك قالوا ايه؟ بابا وماما والله بجد من اكتر الناس اللي شجعتني وبشكرهم والله 100%. من اكتر الناس اللي شجعتني في شغلي وانا صغير كانوا مستغربين هو بيعمل ايه, هو ممكن يكسب من اللي هو بيعمله يعني ايه جرافيك اصلا, حاجه ما كانتش منتشره قوي, مش معروفه. وانت كمان 13 14 سنه بالنسبه لهم انت واحد ولد يعني صغير بيرسم بيلعب على اللابتوب ولا الكمبيوتر, هم مش فاهمين. اكتر واكتر كل ما يشوفوك ملح على الحاجه دي, كل ما يشوفوك لا الواد فعلا بيعمل حاجه, الواد جاب مره فلوس, ايه ده, لا ده فعلا اللي بيعمله ده مهم. وطبعا اول حاجه هو برده الاهالي بيحبوا جو الشهادات وال انه يشوفوا حاجه مش لازم يعني الفلوس بتسكت بس يقول لك ما اي حاجه بتجيب فلوس. لا 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 انت يعني برده لازم ترجع لكمبيوتر ساينس وبتاع, بس لما يشوف شهاده تقدير ومن اجانب هيقول لك ايه ده, لا ده الواضح ان الموضوع جد. حصل فعلا الكلام ده حصل يعني. بابا وهو اكتر واحد شجعني. انا ما كنتش شغال بلابتوب بيرفورمانس او المقاومات بتاعته كويسه, ما تستغربش بقى الحاجه زي دي. انت طبيعي مش هيبقى معاك احسن لابتوب ولا احسن حاجه, وهيبقى بطيء ويقرفك عادي, هيقرفك ويطلع عين اهلك صراحه. مع الوقت بابايا نفسه هديه تخرجي كانت لابتوب كويس, السكيلز كل حاجه فيه حلوه, دي حاجه بسطتني. ايوه في السبيكس بتاعته ده الدعم بتاعي في شغلي, ده دعم من بابايا مثلا. صاحبك هيدعمك بكلام هتحصل. طب عايزين نعرف البروجكت اللي هو بتاع البوسترز اللي هو عمل الكونكشن بيننا يعني. اقول انا اتعرفت على شعراوي ازاي. ماين بروجكت هو بروجكت فيه 9 بوسترات ليهم علاقه بشخصيتي بالفاشن يعني بالديزاين عامه الذوق بتاعك انت بالظبط, ليهم علاقه بيا انا كشخصيا. ما فكرتش ان انا ابيعهم لان ما كانش في دماغي ان انا اكسب فلوس, بس كان في دماغي ان انا اخد الريسك واجرب اتعلم الطباعه. انا عمري ما عملتها في حياتي, جربت اتعلمها عن 18 سنه. لازم اتعلم ازاي تنزل ورش, ازاي تتعامل مع صنايعيه, حاجه زي دي صعبه لاي حد اصلا اكيد وش. فواحده بواحده انا اتعلمت الحوار ده, ما قلتش ان انا كويس فيه ولا انا احسن واحد في مجالي, بس اتعلمت. قلت لشعراوي, شعراوي ما تيجي نعمل كولابوريشن زي ما قلت في اخر فيديو. قال لي يعني هو بعت لي قال لي بقول لك يا شعراوي احنا عند بعض على فيسبوك عامه من زمان يعني. وبصيت عنده لقيت ان هو صغير, فاللي هو الموضوع شدني وبصيت على كام حاجه على الجنب كده حطيتهم, فعملت اكسبت اللي هو ده عامل شغل, فحسيت ان هو اكيد في المجال من بس البروفايل بتاعه يعني. الكلام ده وانا عندي مثلا 15 سنه بالظبط, فرحت عامل اكسبت وخلاص الموضوع ماشي عادي خالص. راح بعت لي مسج قال لي بقول لك ايه شعراوي عامل ايه ازيك انا عايز ما تيجي نعمل كولابوريشن. فانا قلت له يعني كولابوريشن عايز تعمل ايه؟ قول لي اللي انت بتفكر فيه وانا هحاول اشوف ازاي نحطه بشكل ينفع ما يبقاش مزقوق, ما يبقاش مش يعني حاجه متلفقه في الصف, مش نحت ولا لزق الكلام في بعضه, ولا يا جماعه اشتروا من ده اصل هو صغير, ولا شفقه. ايوه مش الجو ده خالص, لا دماغي ولا دماغ شعراوي. فالمهم في الاخر قلت له طب بقول لك ايه يعني تعالى ممكن اسهل حاجه ابعت لي الصوره, انا هختار صوره من عندك ابعتها لي كان انا عملت اللي هو كانك بعمل لك بروموشن, انت عجبتك بالزبط. في حاجه عايز تديها لي هديه فهتديها لي من غير فلوس, واقول قبل اي فيديو اسمك حاجه حلوه يحطها وراه مثلا. المهم الصوره طلع ان الصوره دي خلصت, فقلت له طب بقول لك ايه انا بفكر اعمل فيديو معين هتكلم فيه عن الشغل اللي انا بعمله من وانا يعني صغير, ازاي تشتغل مع الدراسه, وانت اكزامبل او مثل صريح عن الموضوع ده. وصدفه واحنا بنتكلم في الحوار ده انا قابلته صدفه في الجي سي
كنت رايح احضر ورك شوب هناك. ايوه صح رايح اتعلم. ايوه صح بطور نفسي في البوسترز برضو وبطور نفسي في المجال. هو لقاني فهو عارف ان انا مهتم، انا مش بهبد ولا ان انا عايز اكسب فلوس ولا الجو ده، انا مهتم فعلا. وكنا احنا متكلمين قبلها مثلا بيومين ولا حاجه بالصدفه، فانت لما تلاقيه هناك صدفه ايه ده عبد الله حصل كده فتعرفنا خدنا ارقام بعض بقى ساعتها. ما انت لو انت بتعمل يعني في حاجه معينه في دماغك بتعوزها قوي بتقعد تشتغل فيها هتلاقي كل حاجه. انت المفروض تربط الامور ببعضها يعني صح. انت مثلا لو عايز تخش شركه ليها علاقه بالادفرتايزنج، يعني انا اكتر مره اسال انت ازاي بتتعامل مع كلاينت، انت بتقول له ايه او ايه طريقه الكلام، محدش بيساعدني عشان دي مش حاجه بتتعلم من حد، دي حاجه صح. انت بتكتسبها مع الخبره. وش كلام سليم 100%. فانت مع الوقت هتلاحظ ان الدنيا بالنسبه لك ايه ده الموضوع بقى سهل، انا ممكن اخد بروجكت ولا اتنين اخلصهم في الاسبوعين دول اصلا، بس انا ظبطت وقتي وبعدت عن المرقعه دي في اسلوبنا كلنا، بس واحده هي حلوه اصلا المرقعه حلوه. أيوه. مريحه والكومفورت زون مريح قوي. تشوف الفيديو حاول تطلع ورقه وقلم، وبالذات الورقه والقلم دول لازم يبقوا في حياتك، لازم تستخدم نوت بوك. ده من الحاجات اللي انا اتعلمتها على طول اهو، النوت بوك بتاعتي بشخبط فيها على طول يعني حاطط فيها الحاجات عشان ما انساش فاتوره مثلا جامده صح بتعلم حاجه بالصدفه كده اي دي مثلا دي انا بحبها على فكره اول بأول حاجه بسيطه قوي يعني حاجه بتعلمها بس عامله مود يعني عامل حاجه فنيه فعلا لذيذه يعني بالظبط حاجه يعني انت ممكن على فكره الناس المصريين عامه هما كرييتيف قوي وهما بيعملوا حاجات اصلا عبيطه بس هي فعلا اللي هو يا ابني اللعيبه ازاي عملت دي بالظبط. ده انت بتحاول توصل ده الكهربائي بيعمل كميه حاجات يخرب بيت كده اللي هو يعني كل واحد فنان بس في مجاله بالظبط. مش بقول لك خلي ايه ده روح سكه الجرافيك ديزاينر، جرافيك ديزاين دي بتكسب، مش هقول لك كده، هقول لك فوكس في اللي انت فيه، حاول تتعلم حاجه جديده. لو انت ما عندكش اي حاجه حاول حياتك يبقى ليها هدف او معنى. انا نمت النهارده انا عملت حاجه صح، حتى لو عملت واجب حصه العربي اتعلم ازاي تطورها صح، اتعلم ازاي تطور شخصيتك ذاتك لبسك حركاتك تصرفاتك، تحترم اللي حواليك عشان اللي حواليك يحترموك صح. دي واحده واحده هتعرفها صح، ومش هيبقى ملهاش لازمه لو انت ديزاينر كويس وشخصيتك زباله يعني. فالاحسن انك حاول تطور من كل حاجه ليها علاقه بيك ولما بتغلط ما تتضايقش قوي وتقعد، لان احنا عامه الفيديو ده صورناه 3 مرات وباظه بالظبط، فكان ممكن نقول خلاص فاكس كان ممكن يقول يا على القرف ده واضح انه انا احس وبتاع، بس اللي هو فاهم ما برشطناش يعني. عامه اظن عبد الله انت عالمي وفعلا انسبيريشن ومصدر الهام لناس كتير قوي ومنهم انا. باختصار كده برضه عشان ما اطولش عليكم، وقصتي اظن هتبقى يعني مش حلوه قوي جنب قصه عبد الله يعني. بصراحه الكابتشينو بتاع اندران بصراحه حلو، مش اعلان ولا حاجه. طبعا رجعت من شرم الشيخ وخلاص كانت تجربه وما كررتهاش تاني. فات تاني سنه في الجامعه وتالت سنه اهلي ابتدوا ايه كل شويه يقولوا لي طب ما تعمل بقى تريننج في حته، ما تحاول تقدم في حته عشان لما تتخرج تشتغل فيها بعد كده، ما تبعت لناس تاخد منح بره تسافر تعرف كده هندسه فيها ايه بره. فانا اللي هو كنت بقفش جدا واقول لا انا مش عايز اشتغل في حاجه ليها دعوه بهندسه. فعلا يعني عملت اللي انا بفكر فيه ودماغي زي صارمه القديمه وقدمت في محلات لبس شركات. رحت لمحلات اللبس اللي بتبيع في مصر اي محل بتاع لبس وبقول له انا عايز اقدم في الشركه عشان ابقى بياع. المهم بعتنا لكذا حد ورحنا للشركه نفسها اللي هي يعني الشركات بقى اللي هي الشركه نفسها مش المحلات، لان في اوقات لما تودي مثلا الورق بتاعك ان انت مثلا، وعلى فكره ما فيهاش اي كسوف، انت بتبقى كاتب مثلا عامل اللي هي السيره الذاتيه او السي في بتاعك طالب مش متخرج معايا ثانويه عامه بس، لان هو مش بتوقع اكتر من كده. ايه خبرتك في البيع؟ مفيش خبره، هو هيشوفك ويقابلك ويسمع يشوف طريقتك كلامك عامل ازاي شكلك هيئتك طريقه عرضك لنفسك. وبعد كذا محاوله شركه واحده بس اللي وافقت. الشركه دي كانت في سيتي ستارز واشتغلنا في محلات اللبس بتوعها تقريبا 4 سنين من حياتنا لحد ما اتخرجت. كنت بشتغل هناك. الشغل وقت الجامعه او وقت الدراسه بيخليك تاخد فلوس زياده على جنب تصرف على نفسك تدلع نفسك، بتحس ان انت مش اللي هو عايش مع اهلك وقاعد بس ايه بتمص في دمهم وخلاص، بتحس ان انت اللي هو قال يعني انت راجل باني نفسك بنفسك. طبعا اي كلام يعني انت باني. هقول لك على حاجه، انا كنت في محلات اللبس دي واخد 2000 جنيه في الشهر، فكنت باخد المصروف وبروح رايح واخد الفلوس الثانيه دي اجيب لنفسي مثلا كولونيا، اجيب لنفسي قميص وبنطلون، اجيب لنفسي جزمه، احس اللي هو ان انا منجه نفسي. بس الفكره ان انت بتحس بتفهم يعني ايه ان انت بقى ليك مدير وان انت بتغلط ولازم تخلي بالك وازاي تاخد مسؤوليه محل.
يعني الموضوع فعلا حلو ويستاهل. دور على اي فرصة شغل حتى لو من غير فلوس، تدريب بس، جرب وهتتبسط قوي، للحاجات دي بتفرق قوي في شخصيتك. بس كده، شكرا يا عبد الله، شكرا يا جماعه انتوا اتفرجتوا، واشوفكم في الفيديو الجاي. اظن في واحد راجل بتاع امن جاي من بعيد هيقول لي ممنوع التصوير هنا. سلام دلوقتي.